مع بنت رمضان، الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام، بنا أخرى. مرحبكم برونشي على الحياة فام، نجمكم كان رمضان بنا أخرى. ديجا هكا احنا في الأسبوع الأخير لشهر رمضان المعظم، إن شاء الله هكا نكملوا نفطروا ونصوموا بالصحة يا ربي، وإن شاء الله هكا كنا خفيف الظل عليكم. إن شاء الله زيدا في الأسبوع هذا في آخر أسبوع لشهر رمضان في بنة رمضان، إن شاء الله كما عودناكم بالكادوات بمختلف الفقرات، بالبرشنشينة، بصندوق عجب، ببرشة زادة مفاجآت يستناو فيكم دائما كما كل يوم من الاثنين حتى الجمعة. ديما نجيكم من توا حتى الخمسة امتى العشية. مرحبا بالناس الكل اللي تتفرج فينا زادة فيا ويب كام على الباج فيسبوك متاعنا، وإلا ناس البرونشي عاد 93، احنا دائما معاكم. وتحية كبيرة قبل ما نبدا لتوكال اللي دائما مأمنتنا الحصة لليوم. كي نحكي تكال عاودت اكيد على تكال لي روسيت نتاعنا كل تكال السنة، ما بين الملح ما بين الحلو، كي نقولوا تكال نقولوا هريسة الكابون، هريسة الوطن القبلي، هريسة منارة جربة، اكيد الهريسة البنينة. نحكي زيدا على طماطم البيروكي، طماطم البنينة، طماطم المفوحة، طماطم اللي ما فيهش القروصية، طماطم الحمراء واللي خاصة ما فيهش مصبر. ايضا زيدا نحكي على لي برودوي كيما المعجون على كل لون، يا كريمة المعجون لابريكو، معجون الفريز، وتوقعي تحلو والسابلي ماجيكين، معجون لابريكو. الوغ نجمو نختارو لكم معجون توكال اللي هو فيه لي كالوري موديري والسكر نتاعو معدل صحي بيان سور. واحنا بما ان اذا على الصحه ما نجمو كان ننصحوكم بحاجات صحيه. هذه كله اكثر دايوغ خليكم برونشي، راهو ان شاء الله الجمعه هذه باش تكون عندنا برشا 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 كادوات. ان غون ميرسي لفريق جي اس ام اللي مامن لنا لي كادو الكل. ان غون ميرسي زيدا البارفيمري الحليوي اللي باش تامن لكم الكادوات من هنا لاخر شهر رمضان. وان شاء الله في نقطه خارجيه حضروا روحكم باش نخرجوا لبرا، ما نعرفوش ما نجموش نقول لكم توا شكون علاش كيفاش، خليكم الاخر حصه باش تكتشفوا شنو باش نعملوا بالضبط. اما اللي نقوله لكم اللي احنا باش نتلاقاو معاكم وباش يكون لنا موعد معاكم انتوما اللي قاعدين تسمعوا فينا البرا واللي متواجدين في الشارع كما دخلنا لدياركم زاده باش نخطفوكم هكا وانتوما في الشارع وربحوكم زاده كادوات مزيانه. يلا تحيه كبيره للناس الكل وتحيه للكيب الكل اللي امنتكم الحصه لليوم. مرحبا بيك احمد المخلوفي، ان شاء الله كي عندي تان بون ويكاند سافا لاباس تخي بيان. هذا هو مادام صحه لاباس مادام عال العالم قدره ربي سهيل. مرحبا مدحنا الاستوديو كان سهيل في الديجيتال صحيح عملنا الكونفيتي سيدي. مرحبا بالكيب التكنيك الكل وبالاخراج الكل اللي مأمنين هنا لليوم، ومعكم نور البيجي مقدم الميكرو، ودائما على يساري حمزه الشيخ. عسلامة عسلامة. مرحبا مرحبا كيف مستمعي اذاعه الحياه فام، ان شاء الله تكونوا عديتوا ويكاند مزيانه خاطر برجو ليا حافله الدنيا برشا يا نور. صح. وبرشا فهمني حفلات ومهرجانات ونصابة ودنيا فهمتني حصيل وعيادي وسنين دايما ريحة العيد بديت نشم فيها. بد حفلة هكا تحسها حفلة برشا حفلة برشا البلاد. أنا قلت لك برشا حاجات سنة بالحق العشرة الأواخر هذوما جاء برشا تنوع فيهم في الموزيكا في معناها في الاحتفالات بالمهرجانات. صح. راو زاد الماكلة الحلو والدنيا كل شيء نحسوا به ولينا. صحيح صحيح صحيح. الحقيقة هكا إن شاء الله نكملهم على خير، وإن شاء الله هكا يا ربي اللي جاي خير وأجواء هكا أحلوة رمضانية. حتى مع عمير عمير كوفيد وقتها وريحة رمضان ما شميناهاش بالكدا ما تعنيش بيه.
فيه رمضان كما يلفو الحمد لله. معناها وباء وانزاح علينا وان شاء الله ديما هكا لبس. سينو صلاح عنا في الاستوديو. مرحبا صلاح. يا مساء الفل, مساء السعاده, مساء الهنا على كافه مستمعين اذاعه الحياه اف ام, وعلى حلو الاحمر اللي انت داخل بقى يا احمد علينا البسكيت. ايه احنا في رمضان مش عيد الحب. وسهيل اللي حط ايده على خده. خلاص يا سهيل والله ما تزعلش خلاص. حبيبي يا سهيل, حبيبي حمزه, امور النوره معانا. الله يخليك. هو حمزه مش عارف يعني, هو من تحت ايطالي ومن فوق تونسي يعني. هذا ايش معنى الميلونج المغياج ما بين الثقافه الاوروبيه والثقافه التونسيه؟ حاجه سامبل هكا ومفاحت شيء وحاجه فيها. يا زيد يا زيد, لازم ريحه البلاد تكون موجوده معاكم. بالطبيعة ريحه البلاد, ورد وياسمين. هذه الورد وهذه الياسمين. يا سيد يا سيدي, تحيا تونس يا عم. الله يخليك. النهارده عندنا حاجه مميزه جدا, حاجه سبيشال, مفاجاه زي ما قالوا نور, خلي الناس تكتشفها. وطول ما انتم معانا بامر الله كسبانين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله, وبدايه اسبوع جديد ان شاء الله يكون مليان بالفرحه والسعاده والتفاؤل. ويجي علينا ان شاء الله العيد, واحنا كلنا يا رب الناس كلها ما فيش فيها خصومه, الناس كلها تكون قلبها مليان بالفرحه. وليله 27 دي بقى لازم نحضر لها من دلوقتي علشان نعمل فيها حاجه متميزه جدا جدا جدا. ومساء الفل يا نور. الله يخليك صلاح. تو احنا والله نحكيوا على العيد. احنا في تونس في العيد عنا حاجتي نعملوه, هو غير المول الصغار. تمام, فهمتني, اللي هو لبس العيد ومهبه متاع العيد, المهبه العيديه. العيديه صحيح. انتم ما عندكم, شو عندكم في المهبه؟ طبعا احنا عندنا قبل رمضان ما بينتهي بثلاث او اربع ايام بتلاقي الناس كلها خلاص بدات بقى يعني ايه, ربطوا الاحزمه. المحلات بدات في وضع الاستعداد القصوى. الناس بدات تنزل ملابس العيد. انا افتكر وانا صغيرين كانت فرحه العيد ده كنا نجيب ملابس العيد واجي اعلقها على الباب ليله العيد. وليله العيد ده طبعا ما فيش فيها نوم. ايوه تمام. وابدا بقى افضل احلم بقى يعني ايه بقى, او مصلي والبس ملابس العيد وافضل اتخيل بقى والملابس اول مره البسها. لا والمشكله كمان ان انا خلاص استهى في المحل وجيت استهى قدام اصحاب. الناس كلها بتشوف ملابس العيد قبل ما العيد يجي اصلا. لا من نفسي بقى افضل اقيس فيها يمكن 20 مره. طب دي هتتظبط كده وانا رايح فين؟ انا بصلي العيد وخلاص مع اصحابي وفضل نلعب وخلاص. صح صح. وانا افتكر كمان يمكن يعني بجيب ملابس العيد اللي انا فرحان بيها بعدها بنص ساعه ببدلها. ليه؟ لان خلاص بلعب. انا ما كانش يحلى لنا لعب الكوره الا بملابس العيد. بربي والله العظيم تروحوا لا ملابس العيد لو عدى مثلا الظهر وهي يعني ما توسختش يبقى انا كده لا, يبقى دي مش ملابس عيد, يبقى دي ملابس عاديه. يعرف ملابس العيد فين؟ لازم تتوسخ من لعب الكوره. يعني البصمه نتاعها انه تتوسخ مش تتفلل. ده بالنسبه لملابس العيد. بالنسبه للعاديه طبعا كنا بواب عامل زي الحارس الشخصي قدام الدار. يا عم انت مش هتيجي تعيد علينا ولا ايه؟ لا حبايبنا وقرايبنا. بس بتبقى بنوع من الفرحه والسعاده والله. حتى هذا الكبير تكبشوا فيه تعيطوا له اجى عايد علينا هكا, وانتم تمشوا تعيدوا عليه تاخذوا العيد. هو يعني الجيران بتعيط على بعض. الاهالي لا كله بيعيد على كله يعني. فهمت. يعني فهمتني؟ تلاقي مثلا الناس طلعت من صلاه العيد خلاص الابواب كلها مفتوحه. تبقى حلويات العيد بقى عندنا اللي هي الترمس. وعندنا السودان اللي هو زي الكاكاوية عندكم. وعندنا كحك العيد وبسكوت العيد وقطايف العيد. ذقت الحلو بتاعنا. طبعا طبعا. كحك الورقه والبقلاوه والمقروض والمقروض القروي. طبعا طبعا دقتهم جميله جدا. فما حاجات شبهوا لبعضهم؟ لا هو عندنا كعك الورقه هذول بختو هكا, فما هكا كعك يبدا فيه اللوز هكا من داخل. هو يمكن بيتشبه شويه في الحشو, اما العجينه نفسها بتختلف. يعني انت فاهمين الحشو بالمكسرات باللوز وبالفستق وبالحاجات دي, جوزة الهند دي يعني بتتشابه فيما بعضها. لكن العجينه نفسها او طريقه الشكل نفسه لا ده اللي بتختلف. يعني بتهيألي كحك العيد عندكم هنا بتعملوه زي في مصر؟ لا مش زي اللي في مصر. ليه ما تصبرش؟ بيختلف. احنا يا ذولي معلش حاجه اسمها كحك العيد حمزه. معلش عنا هذول الغريبة. ثم الغريبة, ثم أيه. البشكوت وهذاك, ثم سينية البقلاوة, وثم ثم كل الوذنين القاضي كيقول القاضي فازت هذوكما حاسين. ومنتصور عنا نعملوا الكعكة اللي بتمر يمكن. اي ما سميوش كعك العيد. ما عندناش كعك العيد. وبمناسبة كعك العيد والله انا اقول لكم نكتة حلوة. عندنا في مصر اللي بيرصق في مادة اسمها كحكة, بيجاب كحكة فيها.
يعني مثلا انا في ماده من المواد ما جبتش فيها علامات باهيه رسبت فيها يقول لك مثلا انا جبت كحكه في العربي انا جبت كحكه في الحساب فالمهم ولد راح يشوف النتيجه وايوه ولد راح يشوف النتيجه فجاب الورقه لابوه فراح للدار فابوه بيقرا النتيجه بتاعته كده قال له في العربي كحكه في الحساب كحكه في الدين كحكه في العلوم كحك قال له ما شاء الله عليك يا ابني يا حبيب والديك الف مبروك وخلي امك تحط صاج الكحك ده في الفرن صينيه عمله عمله صينيه كامله بتاع كحك خلاص بقى يعمل ايه بقى في المواد الكل ربنا يجعل ايامنا كلها علامات في النهايه بلاش كحك ايديه ما شاء الله هكا ديما يا ربي ايامنا الكل زي هي ان شاء الله هكا دائما ندخلوا لجاركم بالبركه بالضحكه بالحاجات المزينه الكل بعد شوية كما العادة باش شكون عندنا موعد مع التشنشينة متاعنا كما كل يوم كما قلنا عندنا سيربريز إن شاء الله آخر الحصة خليكم برونشي هذه هي بنت رمضان أمينة فخت على الله من أجمل الأغاني اللي عملت لهم كفر وغنيتهم بعد شوي باش خليكم هكا تتمتعوا بالغنية كاملة بيان سور سينو الوقاية هذه تعودتوا بيه وقاية تشنشينتنا لليوم تشنشينة هاي سيدي تشنشينتنا اليوم سهلة 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 وتقول علي يبدأ بالنون والنون ولد الغزال يغلب النساء والرجال علي يبدأ بالنون والنون ولد الغزال يغلب النساء والرجال يغلبنا الناس الكل خاص هو لمحالة ما هوش منظم برشا في رمضان هكا الشهر هذا ما هوش منظم برشا فما أغلب العبيد تحبذوا بعد شقال الفترة بالضبط هكا سهلت برشا سهلت بالقدي بالقدي أنا فمش حتى إكسكوز باش ما طلعوهاش يا جماعة سهلة برشا برشا نعاودها لكم لآخر مرة دايوغ باش تلقاوها على باج أوفيسيال بتاعنا تقول علي يبدأ بالنون والنون ولد الغزال يغلب إنساء ورجال ألوغ كيما قلنا سهلة الحكاية برشا برشا فيها الحكاية أصلا هي ثلاثة حروف متكونة الكلمة اللي نلوجوا عليها سي تري باسيل يلا معليكم كان تخليو لي كومنتار نتاعكم على الباج اوفيسيال نتاعنا سينو احنا دائما عندنا تيراج وسور كل نهار جمعة بتربحوا ان كادو ليكم انتم يعمل 66 كيف من اداء الفريقي جي سما وقاية التشنشينة تشنشينة يلا مكملين معاكم ودائما بمختلف الفقرات نعود نذكركم ان البارتنا مش تكون عليكم ولكن قبل كل شيء نحبوا شكر كبير وشكر خاص لهالنحاس المزيان نحاس القرمي اللي مزين لنا الاستوديو اكيد نحكيوا على نحاس مدام شهلة بالقاسم نحاس المطروق نحاس الزمني النحاس الاحمر والنحاسه والكسكيس المزيانين اكيد تلقاوهم الكل عم مدام الشهله بالقسم في القريه الحرفيه ببروته تلقاو هاللي موديل الحلوين والمزيانين الكل احنا حتى من المرش عندنا لمصه على النبي والمبخره الصغيره هذه كل تلقاوه اكيد عم مدام الشهله اغان ميرسي على هاد ديكوراسيون المزيانه والحلوه هذه الكل سينو نرجعوا جونا التونسي وهكا اخترنا نكملوا بأمينة فخت تتويت على الله ورجعنا بنت رمضان مرحبا بالناس الكل اللي معضلة موجتها علينا احنا اكيد مازلنا متواصلين معاكم ودائما هذه هي الاجواء في بنت رمضان ان غون ميرسي مرة اخرى للي سبونسور متاعنا في الحلقة لليوم ولكن تحية سبيسيال ديجا الناس اللي قاعدين يتفرجوا عليا قاعدين يشوفوا هكا في الباكي مزيان مزيان كي خلطت هكا الاستوديو نتاعنا الباكي هذه بيان سور من اهداء بارفيومري الحليوي فراغرانس كي نحكيو على بارفيومري عندها سنين وسنين من 1985 شكون ما يعرفش بارفيومري الحليوي معناها اول لي بارفان سيني في قروينه موجودين كانوا عند بارفيومري الحليوي قعدت بالامبرانت نتاعها وبالتاش نتاعها احنا بارفيومري الحليوي حابه تودكم وحابه تفرح بيكم برشا برشا كل يوم باش يكون عندنا كادو مزيان كيف من هكا الكادو هذا فاش يتمثل حسب رايكم باش نحطكم في الاطار الكادو هذا بما انه برشا من نساء بلادي النساء الحرائرات
دخلوا للكوجينة تبارك الله وشمروا على أذرعاتهم. ونعرفوا اللي راهو سيبا فاسيل الحقيقة, سيبا فاسيل انه يدخلوا كل يوم التطيب, كل يوم الشهوي, كل يوم التنويع. على فما حاجة في عاداتنا وتقاليدنا التونسية اسمها حق الملح. حق الملح اللي هي تتمثل في قطعة أو كادو, قطعة ذهب, هي نرجع للعادة معناها قبل, قطعة ذهب تتحط في فنجان القهوة نهار العيد. فوالا ألوغ احنا حبينا تكون مودرنيزي هكا شوية الحكاية, و باش تكون ديدي للي فام ولكن لي زوم انكلو فيها الحكاية. شكون باش يعطي لشكون الكادو؟ هذا هو السؤال. ولكن اللي نقوله لكم اللي نعطيكم بكري في ديزانديس اللي احنا باش نكونوا متواجدين معاكم في الشارع البرة في الشارع. الوغ ان غران ميرسي الحقيقه مره اخرى لي بارفيومري الحليوي فراغرانس اللي باش تدللكم هالاسبوع هذي بحق الملح. خويا ميسيرش عطلو كل مدام فرحت بيك هكا وخذت لك بخاطرك, احنا الكادو علينا على خاطر نحبوكم برشا 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 اكيد, وديما نحبو ندلوكم. ميرسي لحليوي فراغرانس والحياة تفهم على لي كادو المزيانين هذوما. سينو احنا لو قلت هذايا عندنا دائما العجب وصندوق العجب البوكس نتاع العجب دائما في قبل ساعة صندوق عجب ساعة انا اعطينا الانفيتي نتاعنا اللي دائما يكون موجود سهير اللي هو الشيف امين. وهلا علينا الشيف امين. مرحبا يا شيف امين. مرحبا نور, مساء النور سي حمزه. السلام, ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله عليكم ان شاء الله طلتنا تكون باهيه. وي انت ديما طلتك طل اخويا طل عزيزه وغالي طل عزيزه صحيت امالينا اكيد. نبدلوا الجو شويه اليوم هكا باش نخرجوا شويه من المعتاد باش نعملوا مقرونه, ما مقرونه ديالي 100% شيء. بالبات والله جي توجور هكا حبيت نعرف كيفاش تعمل البات في الدار الفرشكة معناها. هي اسهل منها فماش لما حالة البات جوست عظم الفارينة وشوية زيت وكذا. لا تنعرفوا بأكثر تفاصيل معاك انت شيف امين. سينو تسويت صندوق عجب مع حمزة بشيخة. صندوق عجب, صندوق عجب. أنا سيدي مرحبا بسي حمزة بشيخ اللي دائما معنا ومدللنا بالحاجات والمعلومات المفيدة. أنا سي حمزة يا حنة حنة يعطيك الصغير يددش فوق الحصير. هذه الليلة حجوجة والله الله حجوجة. المريثة والرفيسة والفول المدمس أكلات قديمة ومعروفة اليومنا هذا, أما شنية علاقتهم باحتلال صفاقس ومقاومة جيوش النورمان وسيد علي الفرياني ولده سيد عمر الفرياني؟ اشني هي الحكاية بالضبط واشني هي تاريخها؟ حكاية الحجوجة ترجع بالضبط لمملكة النورمان في صقلية بقيادة الملك روجي الثاني اللي اعلنت الحرب على السواحل التونسية. النورمان نجحوا في حملتهم اللي شنوها على السواحل التونسية في اسقاط الدولة السنهاجية وعاصمتها المهدية اللي حكمت من عام 973 ميلادي حتى 1160 ميلادي. بعدها احتلوا سوسة والقروان وجابس وجربة وصلوا حتى لطرابلس بكل سهولة. النورمان توجهوا لاحتلال صفاقس, أما الحرب ما كانتش سهلة كما كانوا يتوقعها. مدينة محصنة بسورها الكبير والعالي وأكثر من هذا إصرار أهلها وأولادها للدفاع عن مدينتهم وعائلاتهم. الحرب تواصلت لأسابيع طويلة وأهل صفاقس وقتها بقيادة سيدي بالحسن الفرياني قاوموا بشجاعة كبيرة وصبر طويل, لكن ورغم هذا الكل النورمان دخلوا المدينة واحتلوها عام 1148 وشدوا سيدي علي بالحسن الفرياني أسير عندهم وهزوه لصقلية. الأهالي في صفاقس وقتها اختاروا ولده عمر الفرياني قائد جديد للمدينة في الوقت هيك. وبعد احتلال صفاقس جيش النورمان سقط منهم أعداد كبيرة من القتلى. الشيء هذا خلاهم يقرأوا له ألف حساب لأهل المدينة ويفرضوا قانون غريب برشا باش يمنعوا أي مقاومة ممكن تصير. النورمانيين وقتها منعوا على الديار الصفاقسية باش يستعملوا السكينة وأي آلة حادة في وقت ذاك, وخلوا في كل زاوية من زوايا السور الأربعة سكينة واحدة يعسوا عليها الجنود ويقفوا عليها نساء بالصف كل نهار باش يقصوا اللحم ولا باش يقطعوا الخضرة باش يطيبوا مكلتهم. الحالة هذه قعدت قرابة 8 سنين
وقت اللي النورمان حسبوا اللي المدينة ركحت وراضت ما عادش فما شيء خوف. سيدي عمر الفرياني قائد صفاقسي وكبارات العائلة الصفاقسية ما كانوش ساكتين ولا يتفرجوا، كان يهندس ويخطط لتحرير المدينة في الوقت هذاك وبش يطردوا الاحتلال، وحضروا خطة متكاملة ومدروسة باش تقعد تحكي جيل ورا جيل. الصفاقسية حولوا مواجه الجامع الكبير اللي عندهم اللي هي الخزانات بتاع ماء كبير تحت الأرض يتجمع فيها الماء ما المطر كما نقولوا فوق السطوح الصفاقسية، حولوهم لمصانع سرية للأسلحة متاعهم في الوقت هذاك اللي باش يستعملوها في المعركة. وبحكم أنه ما كانش ممكن تتعمل ورشة كبيرة في الوقت هذاك باش تتصنع فيها سيوفة، كيف كيف ما كانش عندهم حديد زادة متوفر، الصفاقسية خموا في سلاح صغير اسمه الزاغة. الزاغة هذه عبارة على سكينة صغيرة تتربط في عصا طويلة بعدها تولي تشبه للحرب. لكن المشكلة أنه سيدي عمر الفرياني ما يعرفش عدد الناس اللي نجموا يهزوا الزاغة ويقاتلوا بها، هذاك علاش فكر أنه يبعث واحد ما بين الحراس يوهم الحراس أنه متسول معناه يطلب، أما في الحقيقة كان يدور على الديار ويطلب منهم يعطيوه كعبات فول. تعرفوا علاش كعبات فول؟ اللي يعطيه كعبة فول يعرف اللي هذاك راهو باش يقاتل معاه وباش يحارب معاه. الفول تجمع عند سيدي عمر وعرف عدد الرجال اللي باش يشاركوا في المعركة اللي هي معركة التحرير. وقتها مازال كان تحديد الموعد والخطة وقتاش باش تكون. سيدي عمر اقترح على قائد الجيش النورماني انه الاهالي يحتفلوا معاهم بعيد ميلاد المسيح عليه السلام اللي وقتها كان يوافق في التقويم اليولياني في القديم اللي يوافق يوم 14 جانفي واللي هي نفس الليلة اللي تفصل بين الليالي البيض والليالي السود، هذا علاش تسميت الحاجوزة. ومن بعد اتحرفت ولات تتنطق الحاجوجة، وهكا الحفلة بدأت ليلة 13 جانفي 1156. جنود نورمان وقتها بداوا ياكلوا ويشربوا ويحتفلوا، بعد خرجوا صفاقسية للباب الجبلي هزين في ايديهم الزاغة كأنها مجرد عصا عادية للرقص. الصفاقسية وقتها دخلوا وسط الجنود وبداوا يتظاهروا أنهم يحتفلوا معاهم، وفي نفس الوقت يستنوا في الإشارة الأخيرة متاع سيدي عمر. في آخر الليل وقت جنود النورمان بداوا يتعبوا صاح سيدي عمر رسيحة الحرب، الله أكبر النار يا غدار، وجبد الزاغة متاعه وقتل قائد الجيش وبداوا بعده صفاقسية بالزاغة متاعهم يقتلوا في الجنود النورمانيين، وكانت ليلتها نهاية الاحتلال النورماني. هيا جماعة توا نرجع بكم للفول، هاك الفول اش قولكم الفول هذاك ما مشاش خسارة وين مشي زعما حسب رايك؟ تزرع؟ لا وقت اللي حارب وقت يكلمون شوية بعد كي يلوحوا الباقي باش تنبت. يا سيدي اسمع، اهل صفاقس جابوا هاك الفول اللي لموه وطيبوه وعملوه مدمس. عنوكو هذاك المدمس الفول هذاك عملوه مدمس، والمريسة عملوا المريسة والرفيسة اللي نعرفوهم ونكلوهم ونحبوهم حتى التو. وكانت الأكلة هذه عبارة عن الاحتفال بالنصر وطرد الاحتلال النورماني. بنة رمضان بنة رمضان بنة رمضان. مرحبا بالناس كل معبد موجتها لنا، مرحبا بالناس كل تسمع فينا من خارج أراضي الوطن، احنا أكيد هكا مكملين معاكم ودائما باللي كدوب تكلم زينا بالباكي الحلو هذي من أداء فراغرانس الحليوي اللي واحد فيكم اللي قاعد تسمع فينا باش يكون هو الرابح معنا كما كل يوم عندكم دي كادو مزينين كيف هناك من أهداء الحليوي فراغرانس. سينو تو قايت الشهوي وقايت المكلة البنينة دائما مع الشيف أمين تتسويت في غسات تكال. غسات تكال غسات تكال يلا سيدي احنا دائما في الغسات البنينة اللي عودنا بيوم تيلة شهر رمضان لفضيل الشيف امين. مرحبا مرة اخرى. يا مرحبا يا مرحبا، خلنا نمشيو نعملو سفرة خفيفة اليوم. نمشيو نعملو تنقيزة لإيطاليا
ايش نعملوا لي تورتيليني نقولوا احنا تورتيليني. احنا نعرفوا اكثر بالرافيولي معناها هي تورتيليني اكبر شويه من الرافيولي والفورما نتاعها سيركولير معناها تدور نجمو احنا نعملوا تورتيليني نعملوا رافيولي نعملوا الفورما اللي نحبوا عليه الرافيولي بينا برشا الرافيولي حاجه تشبه معناها الرافيولي تورتيليني نفس كل شيء نفس الفورما تبدل هكا داكور والبات هذه اللي باش نعطيوها نجمو نستعملوها في برشا حاجات نجمو نعملو بها تاجلياتيلي سباغيتي نجمو نعملو بها نزيدوها انغريديون اخر تولي دي نيوكي معناها نوع نتاع البات دونك احنا نبداو بالبات فريش اللي هي البات نتاع المقرونه نقولوا احنا دونك لي انغريديون نتاعنا باش نستحقوا بالضبط 200 غرام فارينة عليهم عظمتين هي روسيت الاوريجينال على كل 100 غرام فارينة عظمة مش نسحقه مغرفة زيت زيتونة مش نبثثه بها مش نسحقه شوية ملح دونك البريباراسيون متاعنا سهلة على الدخر نحطهم كل ما بعض نحطوا الفارينة نزيدوا الملح نرميه كعبتين العظم متاعنا نبدأ نعجنه معنا نلموا البريباراسيون متاعنا بعد نخلطوا الزيت في الاخر جوست تسحق شوية عجنين معنا تسحق بريود متاع 5-6 دقائق انتي تعجن باش تعطيني البات تبدا إلاستيكي تبدا قولوا احنا كواتشو شويه فهمتني دونك خليو البات نتاعنا ذي ترتاح مده 30 دقيقه نجبدوا البات نتاعنا نقصوها على اربعة نقسموها احنا ديبول ولا نقسموها دي ترانش نزيدو بعد ما نقصوها نعملوا ديبول نخليوها ترتاح معناها نص ساعه اخرى هذه الطون دو روبول كل باش تاخذ ساعه كامله البات نتاعنا بعد نجبدوا البات نتاعنا نحلوها بالطبيعة نجبدوك القلقل إذا عندك لابس بات فما قبل ماكيناتك اللي حلو بيهم احنا نقولوا نحلو بيهم العجينة متاع المقرونة ولا متاع البقلاوة ولا البات فريتي اللي تبدأ باليد هذيك هذيك راهي أصلا هذيك أصلا متاع مقرونة راهي مش متاع مش متاع بقلاوة غريبة احنا ماشي ميتي فونكسيون دونك ناخذوا البات نتاعنا نحلوها معناها مش ناخذوا البول الاولى نحلوها الحله الاولى بعد نطبقوها كي الكتاب عباره واحد متقلق باش يسكر الكتاب داكور باش نسكروها خليها ترتاح شويه نعاودوا نحلوها نعاودوا العمليه هذه اربع مرات نحلوا الكتاب ونسكروا نحلوا الكتاب ونسكروا نحلوها معناها نحلوا البات نتاعنا بعد نطبقوها نعاودوا نحلوا لين تولي عندي كوش فين وعلى الاخر ديجا الكوانتيتي نتاعها وثقاف وكات معناها ملي كيما كواسون تشبع الخدمة هكاك فوالا ناخذوا هذوما سيدي البات نتاعنا اللي ديجا حليناها معناها وجاتنا فين وعلى الاخر مش اني معناها فين واني توصل لمرحله ترونسبارونس فوالا ترونسبارونس تتنقبلي معناها فاسيل تري بيان تري بيان دونك مش نعملوا احنا دي فارس هكا متاع التورتيليني انا باش نحطها دو بريباراسيون هكا خفيفه نظاف باش نعمل واحده صوص بلونش واحده صوص روج كل واحد شنو يحب الصوص روج بالطبيعه باش نسحقوا اللحم المفروم ولا نجمو ناخذوا اللحم مقصوص اون تي دي معناها مقصوص صغار قليو مع شويه بصل شويه سفناريا باش نحطوا شويه هروس تيكال بالطبيعه الاثنين باش نحطوا شويه طومات كونسنتري هذوما كل قليو مع بعضهم نمرقوهم بماء يغلي باش فيسع البريباراسيون نتاعي تتلم استوس في الماء يغلي فيسع ما يلم البريباراسيون فيسع ما يطيب كل شيء معناها ميم با 10 دقائق تلقى روحك كل شيء حاضر دونك البريباراسيون الثانيه باش نعملوها احنا معناها فرسك ابيض شويه باش نسحقوا شويه سكالوب بولي باش نسحقوا شويه بصل بالطبيعه باش نسحقوا شويه شامبينيون اللي يحب يحط شويه ريغوتا داكور مثلا تنجم تاخذ شويه ريغوتا تخلطها بشويه سبناخ نجم شويه بازيليك نجم كعبات زوزه هكا ملحيين حتى معناها حتى كونكاسي يبدو كسره شويه احنا دونك هذه الفارس الثاني ناخذوا البات ناخذوا ترانش اخرى معناها نتاع بات احنا ما قلنا قسمناها على اربعه باش ناخذوا البارتي الثانية باش نعاودو نحلوها جويدة ونغطيو بها البارتي الأولى اللي حاطينا فيها الفرس معناها باش نغطيوهم ببعض ناخذو الكيس نتاعنا ولا ناخذو مثلا لومبورت بيس كلي نعملو بها ليمو نجمو ناخذو صحفة انتي والفورما اللي تحب تطبعهم على بعضهم نعملو شوية ماء هكا في الكونتور معناها ناخذو بالبانسو شوية ماء شوية عظم
كل واحد شنو يحب دو بريفيرونس مي باش تكون ارميتيك انا ما حبش تحويل دونك ندوروا بالكونتور نتاعنا نسكروا عليها بالامبورت بيس ونجدوا تروف معناها نتاع الرافيولي ولا التورتيليني اللي حشنا به داك الكويسون اذا في البولونيز باش ناخذوا معناها البارتي نتاع الفارس اللي احنا ديجا حطينا فيه لاروستيكال حطينا فيه تومات كونسنتري باش نخليو منه بارتي باش نزيدوا شويه ماء نحطوها البات تطيب معناها طول في وسط الصوص هذيك هذا ديجا ما تاخذوش برشا وقت تاخذ كذا 4 دقائق تلقى البات نتاعنا طايبه جوها بي تبدا الدنتي هكا بنينا شويه معناها بنينا برشا مش شويه لا ما تبدا تريا شويه كذا عباره في ايطاليا والبارتي الثانيه باش نحطوا فيها شويه كريم فريش ناخذوا مثلا حكيكه كريم فريش نخليو معاه شويه تسلوثوب جست رمارك باللي على وسايط وصاع كريم فريش عمرها ما خليوها تغلي داكرا الكريم فريش معناها بريباراسيون بلين نقولوا احنا ماتير جراس فيها برشا ماتير جراس دونك كيفاش تقعد تغلي برشا باش تتفرت الماتير جراس معناها بارتي نقولوا احنا عباره الزبده والماء مش تولي تميصلي فهمت وكي تبرد تولي تصفار لي من الفوق دونك الاصفرار هذاك نقولوا يعمل قلق في المعده ساعه يولي جير ولي اسيد ولي كل شيء والماء هذاك يولي معناها ميم حتى المقرونه ولا البات ما تشدليش فيها صحيح ما تشدليش فيها الصوص بلونج عمرنا ما نخليه كريم فريش تغلي جوست اول ما تبدا تبقبق تسكر عليها الغاز واضح دونك البارتي الثانية قلنا احنا معنا صوص بلونج باش ناخذوا حكا كريم فريش نحطوا فيها شويه ماء نحلوها معناها نعملوها دولي نزيدوها شويه حبق شايح شويه ملح شويه فلفل اكحل على ذي الفاح نتاعنا نرميو كعبة الرافيولي نتاعنا من بعد 3-4 دقائق نلقاو المقرونة نتاعنا حاضرة جوست هي باش تشد وقت في التحضير جوست تحضير البات اللي هو يشد وقت سينو كويسون صدقني من با 10 دقائق تلقى روحك حاطط سي بون صحن نتاعك حاطط السفرة ونجمو نعملوها جراتيني معناها نجمو لي رافيولي نجمو يكونوا جراتيني انا الحقيقة نحبهم هكا بالصوص بلونش وسورتو شوية نوا وشوية شوية بوفري وهكا كونكاسي حاجة واو دونك هذه يا سيدي البات اللي قلنا احنا بات فريش تتسمى هذه الرسيت نتاع الرافيولي نتاعنا هذه في المالح هذه في المالح لا ها نمشيو توا للحلو باه باش نعملو جاتو مسلين جاتو خفيف لجي ما شدش برشا وقت لي زانغريديون نتاعو معناها بريسك متوفرين في كل دار دونك نبداو بال ديما الرسيت نتاعنا احنا ديما نقولو راه نعطيو لستة من لازم العيلة دونك لي زانغريديون نتاعنا باش نسحقو 4 عظمات 125 غرام سكر 50 غرام فارينة 50 غرام نشاء كان عندنا نشاء ولا فما مايزينا معناها نوع نتاع نقولوا احنا نشاء نتاع ذرة معناها نتاع مايس نتاع مايس فوالا افكتيفمون باش نسحقوا اشتر ساشي صغرونا بالطبيعة نتاع لوفور باتيسير باش نسحقوا بالطبيعة اشتر حكة معجون كيكال بنين انا باش نعملو توا باش نعملو بالكرموس اليوم دونك ناخذوا الاصفر نتاع العظم باش نقسمو اصفر وابيض باش ناخذوا الاصفر نتاع العظم بالطبيعة نزيدوه السكر ديما كيما كل بريباراسيون نقعدو نركزوهم حتى كي تولي عندك تكستور موسوز فوالا وتولي معناها كولور بلونش بريسك معناها بلونش بال نقولو احنا بيضة باسلة شوية دونك من بعد في وسط البريباراسيون هذي باش ندخلو الليفور نتاعنا اللي هي الخميرة باش ندخلو الانشاء اللي هو لاميدون باش ندخلو الفارينة هذوما الكل بطبيعة غربال من الفوق ندخلوهم بشوية بشوية في البريباراسيون نحركو بسباتول نتاعنا دونك معناها المرحلة الثالثة باش نطلعو الابيض نتاع العظمة باش نطلعوه الناج معناها كما قلنا كل مرة باش تبدا تكستور موس بالطبيعة وتكون معناها سباتول تعطيني كل الفورمة المزيانة نقولو احنا نتاع الكورب ايوا واش دونك بعد ندخلو الابيض نتاع العظم ندخلوه في وسط البريباراسيون اللي هي فيها الفارينة والاميدون واللي فيها العظم والسكر والخميرة ندخلو الابيض بشوية بشوية بسباتول دون فاسون نعملو موفمون سيركولير معناها
دخلوا في وسط البريباراسيون وما يزموش يتيح لي معنا فوالا مرينا بها ديجا اللي تبقى قبل هذايا معناها بريباراسيون حاضرة نصبوها في مول بطبيعة يكون في بابي كويسون يكون معنا بوري نقولوا احنا في الزبدة في الفارينة بطبيعة دونك باش ياخذ لي كويسون سهل على الاخر مدة 20 دقيقة في حرارة 180 درجة 180 درجة 20 دقيقة معناها في 180 درجة جست تتنفخ لي شوية الجاتو هذايا خليوه يبرد بعد ما يكمل طيب خرجوه من الفور خليوه يبرد شوية بطبيعة ما ندخلوش طول الفريجيدير خليوه يبرد بعد ندخلوه للفريجيدير مدة ساعتين يرتاح حتى مثلا ساعة ونص كل واحد وقوت الفريجيدير اللي عنده صح ناخذوا الجاتو متاعنا مش نقصوه في الوسط سواء كما قالت نور المرة اللي فاتت نقصوه بخيط صنار أيوة. ناخذوا مثلا سكينة سواء كل واحد و... وكيف هو الطريقة نتاعو بيان سور لهنا باش نحطوا المعجون من داخل دونك باش نحطوا المعجون نتاعنا من الداخل فما أستوس نجمو نزيدو جلاساج اللي قلنا احنا ديجا نهار الجمعة عطينا الروسيت نتاعو الجلاساج شوكولا معنا نسحقوا فيه شوكولاتة نسحقوا فيه كريم فريش ولا زبدة نسحقوا فيه معناها شوية سكر معناها هذا الجلاساج نتاعنا دونك خلنا نذكر بيه باللي سمحني يتفي الوغ الجلاساج نتاعنا هذول نسحقوا كما قلت انت الشوكولا نصور ذيبه باه نسحقوا قد الشوكولاته قد السكر قد الشوكولاته 100 سكر. غرام شوكولاته 100 ولا. غرام سكر على اليوم 25 غرام زبده تري بيان اذا باش نحطوا كريم فريش نحطوا 20 نقصوا معنا داكو هذه للناس معنا اشوا انه الشوكولا نجم نحطوا جلوكوز نجم كل واحد شنو يحب فوالا دونك هذه الجلاساج نجم نحطوا شويه سكر بودر مثلا من فوق نجم نحطوا فروي معناها كوبي يبدو مثلا فيهم شويه قولوا احنا سيرو نجمو يكون فيه شويه جلوكوز كل واحد اكو شنو الحاجات اللي حاب يذوقها والحاجات اللي حاب يلقاها نجمو زاد نحطوا شويه فروي سيك مع المعجون نجمو نحطوا معناها دي فروي اصل كوبي معناها في وسط الكوباسيون نجمو نعملوها حتى بالكريم شانتي صحه فرحه للناس الكل وللي ياكل الوغ يعطيك صحه الشيف بريباراسيون مزيانه برشا برشا اونتر الحلو واونتر الملح دائما معنا في روسيتو كالا روسيتو كالا مرحبا بالناس الكل معضله الموجع لنا احنا مازلنا متواصلين معكم في بنة رمضان ودائما كما وعدناكم باش نكونوا موجودين معكم في الشارع القيرواني في الشارع التونسي باش نبارطاجيو معكم فرحة العيد وفرحة شهر رمضان المعظم اللي سي بعد ايامات باش نودعوه سينو عندنا نقطة خارجية مع ليكيب الكل تاخويا سهيل اعطينا كل البلان نشوفوا الجماعه اسكو حاضرين ولا لا انا صلاح في الشارع صلاح تسمع فيا في التليفون ولا انا تحت نسمع كويس جدا نسال كل عليكي الله يخليك النهارده قلنا بقى ليك ولكل الساده مستمعين اذاعه الحياه اف ام على 90.3 اللي بتسمعونا نزلنا النهارده علشان نرصد اجواء الناس ونفرح مع الناس كده ونشوف اجواء رمضان واجواء العيد وايه لبس العيد والكلام الجميل ده كله فخلينا احنا تحت كده على فكره انا كنت فاكر الشارع ايوه هو حر فوق بس تصدقي في نسمة هوا حلوة جدا والله الشارع جميل خدنا كادر كده تصديفي كده في الشارع كده نسمة جوه الناس وهي ماشية خدنا كده تصديفي الناس رايحة جاية كده والله كنا بنتكلم عن الناس قبل العيد قبل البرنامج أو قبل الهوا كنا بنتكلم عن الناس خلينا الأول كده ناخد أي نفس من التكتات كده ونشوفه يوم نهار اثنين يا صاحبي اللي هناك تعال خش علي خش تعال فما تاكسي اسمع السي طب تاكسي حبيبي النهار الاثنين ديما تاكسي لحظه كده جينا تعالى حبيبي لقيت سي فون تاكسي والحمد لله لقينا تاكسي والحمد لله نبشرك انك مخطوف معانا حبيبي نتعرف عليها نتعرف عليها مساء الفل يا غالي الاول كل سنه وانت طيب على فكرة انت مشغل ايه عندك الحياة؟ مشغل الحياة في ما؟ انا دايما بحاول اه تقرب له المايك من عندك في اللي بش نجمو نسمعوها الحياة عرفت بنفسك الاول
ماناش نسمع فيه بالكدي بالكدي. شوف اللي لحظه برك يقولوا هو ساعه ينقص لنا في الراديو اللي بحذيه بالكدي بالكدي خاطر فما ايكو ولا يسمعنا كان من بالضبط باش نجمو هكا نسمعو ما يكونش فما ايكو. وتقرب له انت المايك اللي عندك الابيض يا صلاح باش نجمو نسمعوك. طب لحظه صحيت اطلع بحذيه في التاكسي انت صحيت اطلع بحذيه في التاكسي هكا علاش المعانيه يعطيك الصحه شو محليك هكا كل غير يا اخبار رمضان عامل ايه معاك؟ الحمد لله عرفنا فيها كل كده سوا بسام في الفول في التاكسي. اهلا وسهلا يا بسام. احنا خطفناك كده بقى فجاه معلش الطريقه كده عندك شغل معلش زيد نقصنا يا صلاح فكل رجون اللي بحذاك زيد نقصنا على الاخر يا صلاح ما الراجل فرحان بالراديو ما بيسمعش الراديو اصلا. هي ما فيش اسمع احنا مليح. كل سنه وانت طيب وانت في الامن. رمضان عامل ايه معاك؟ الحمد لله. يعني عرفني كده اجواء رمضان كانت بالنسبه لك ايه في الشغل وفي البيت ومع الاسره ومع العيله؟ الحمد لله زي الناس. ايوه اللي هي بيعملوا ده في الصباح يعملوا في الليل بيونسوا الزوجه في الداء. اكيد يعني بتعيدها عيني في عينك كده وتاكد شفت كيف هو فعلا هو فعلا الراجل بجد هو فعلا اللي يعني يساعد يغسل المعون. قل له انت تغسل المعون ايوه هاي والحب على قاعده والله والله يا فرحتها بيك والله العظيم والله بيك والله انت كده 10 على 10 والله انت كده مفيش منك اثنين تاخو في الدكتور اكيد طبعا كفاها بنفس ال وطبعا زي ما انت عارف النساء ربنا يبارك فيهم يا رب دايما في المطبخ طول النهار وبيتعبوا يعني صياح وطبيخ وصغار وكل حاجه. طب عاوزين كده يعني تبعت لنا تحيه كده لاي حد انت بتحبه وعزيز عليه هو خاصه الزوجه يا صلاح. انا عارف انا عارف ما انا لسه اقول له تحيه خاصه كده السيده الفاضله اللي معاك اللي تعبت وكانت بتطبخ ولسه بتقول كنت بتساعدها ولسه هنشوف حقيقه الموضوع ده ايه. ابعت لها تحيه خاصه كده وشكرها لنا كده على اذاعه الحياه فين. على فكره اول حاجه نحب نقول لكم اللي انا عندي ثلاثه شهور من اللي عرفت جديد ما شاء الله عروس جديد معناها جديد الله 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 يعني انت كده دلوقتي في عنفوان الحب والرومانسيه. الله الله ده احنا حظنا حلو بقى. طب تحب تقول لها ايه بقى؟ ربي فضلك وربي يخليك وربي يعطيك ما تتمنى يا رب. واحنا النهارده يا رب ربنا يخليكم لبعض يا رب وتكون زواجه مباركه ويخلف عليكم في الذريه الصالحه ان شاء الله. امين. احنا النهارده واحنا في اذاعه الحياه في اليوم الجميل ده عايزين نفتح معاك موضوع كده لكل التوانسه بيتكلموا عليه هنا اللي هو اسمه حق الملح. ايه بقى قصه حق الملح ده بقى؟ من يوم ما جيت من تونس حق الملح حق الملح ما انا مش عارف يبقى فاهمني. هي معروفه حق الملح في يوفا رمضان يوم العيد راجل في قديم الزمان راجل يحط قطعه ذهب في كاس القهوه بتاع المراه. هذيك حق الذهب بتاعها بتاع شهر رمضان كنوع من طبعا احنا مهما نعمل ايوه مش هنقدر نوفيها حقها سواء في رمضان او قبل رمضان بس ده نوع من التقدير ليها في رمضان. كمل وبعدين جواب حق الملح ولا كل خير وقدر كل واحد على قد ما قدرته فما اللي يعطي فلوس المرته فما اللي يعطي يعني انت عايز تقول انه يعني الهديه بقيمتها المعنويه مش معنى الماديه ممكن تكون حاجه بسيطه لكن في نظر شريك حياتك اغلى حاجه في الدنيا اغلى حاجه. سلاح احنا هذيك علاش على خاطر هي حق الملح معناها حاجه يعطيها الزوج لزوجته باش يعبر لها على المحبه نتاعها. احنا حبينا الحقيقه فيلم تهدي لك انت كادو باش تهديه للمدام يا بس من اهداء بيان سور معايا نور دلوقتي أيوة. بقول لك يعني حابين نهدي لك هديه او كادو هديه للمدام وبمناسبه حق الملح من بركم الحليوي موجود في الحي التجاري تمام وبتقول لك كل سنه وانت طيب هات لنا اخويا دي حاجه كده بسيطه ولا هذه هي الكادو هانو كوليكسيون مزيانه فيها لي بارفان فيها الكادو الحلو اللي تستحقه اكيد الزوجه التونسيه اللي تعبت معاك يا بسام بالشهاوي نتاعك وبالحاجات البنينه كله اللي خذيت لك بخاطرك. احنا زيد كالحياه فهم ناخذوا لك بخاطرك ونسلموا اكيد على الزوجه برشا برشا. صراحه نرجع لك في كلمه اخيره شنو يحب بسام يقول قبل ما نخليوه يا نور. على فكره الصوت شويه ممكن يكون فيه مشكله في الشبكه ما فيش مشكله هي الرساله وصلت
وادينا له الهديه اللي بمناسبه يوم الحق الملح. ان شاء الله دي هديه بس اوعى تاخدها اوعى تبيعها. عارفينك اصيل وابن اصول وكل سنه وانت طيب والعيله تكون طيبه وبخير ان شاء الله. ودي هديه بسيطه كده ونقول لاعزائنا مستمعين اذاعه الحي اف ام انتظرونا ان شاء الله كل يوم في الوقت ده موجودين في الطريق وهدايانا كتير وبرشا مفاجات برشا. انا بقيت اتكلم شويه مصر وشويه تونسي يعني خلي بالك انا كلها شهر ولا حاجه وهبقى اكتر منك في تونسي. لا حبيبي ده احنا احسن اصحاب ان شاء الله كل يوم ننزل ويبقى لنا لقاء معاك في الجمال في اذاعه الحياه وان شاء الله رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين وكل حق ملح وانتم طيبين. يعطيك صحه صلاح مشكور جدا يعطيك الصحه صلاح و ان غون ميرسي للحليوي فراغرانس اللي ديما مدلتنا. ميرسي ميرسي انورميمون اللي ديما مدلتكم الجمعه هذه كل باش نخطفوكم هكا وانتم في الشارع ما تعرفش شكون باش نخطفوه وخاصه نخليوكم برونشي على 93 على خاطر بيان سور كي نلقاو عندكم 93 غادي وين تربحوا الكادو. صراحه باش نكون معاكم كل يوم كيف من هكا باش نرتحوكم من الكادو تاع حق الملح اللي علينا احنا سيدي علينا احنا على الحياه افهم من ودوكم كاين بالحاجات الباهيه والحاجات اللي تفرحكم مره اخرى. ان ميرسي لي توكال اللي مامنت لكم الحصه لليوم فراغرانس الحليوي فراغرانس البارفومري اللي تلقاو فيها تو سكي لي زارتيكل كابيلير les articles في البارفان الماكياج لي اكسسوار الحاجات الباهيه اللي الكل تلقاوها اكيد في بارفومري الحليوي اللي هي غنيه عن التعريف دائما نقولوا راهي من اول او اول بارفومري جابت لي بارفان دو لوكس في القيروان ومن لي بارفومري العريقه والعريقه جدا. سينو هكا يظهر لي وصلنا معكم لنهايه حلقتنا لليوم ان شاء الله هكا ديما مفرحينكم ان شاء الله هكا ديما داخلين لدياركم بالبهجة بالضحكة بالحاجات الباهية. شكر كبير للكيب تكنيك اللي كانت معكم لليوم زميلنا أحمد المخلوفي زميلنا سهيل اللي دائما معانا كيفاش قولوا لي ميساج بصوت مرتفع الشنشينة متاعنا يعطيكم الصحة والحل متاعها اللي هو كما قلت انت النوم اللي يغلبنا اللي بالنون وولد غزال ويغلب نساء والرجال أكيد ما ينجم يكون كان النوم. معاود نذكركم اللي راهو كل اسبوع عنا كادو مزيان للتشنشينا نتاعنا تيراج وسوار من اهداء الكادو نتاعو من اهداء لفريقي جي اس ام. سينو زاد تحيه كبيره لزميلنا حمزه بالشيخ تحيه كبيره لزميلتنا انس زميلنا شاكر زميلنا صلاح زميلنا بلال كل الزملاء الحقيقه امين شوف امين مشكور جدا اللي معانا اش قولك في شكرا في الاجواء اجواء عالميه الله يخليك يا سيدي وان شاء الله ديما هكا بحضينا دائما معنا شيف امين ومازلت ان شاء الله الاسبوع هذا باش يكملوا معاكم. كنت معاكم نور بيجي من قدام الميكرو مع بنت رمضان الجو معنا ياسر مزيان. انت يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكايه وتشنشينه ما لفاش تستنى وعدل الموجه مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعه من ماضي 3 ل 5 على الحياه فام. رمضان على الحياه فام بنه اخرى.